نبدأ بالسؤال اللي خاص بالسودان، وهل مصر كانت داعمة؟ شوف أنا هقول لك، إحنا لينا سياسة ثابتة أعلنا عنها وبنأكدها، هو عدم التداخل في شؤون الدول. والأوضاع في السودان محتاجة إلى توافق سياسي، توافق سياسي، واللي انتوا تابعوا الأوضاع والتطورات اللي بتتم هناك. التوافق السياسي بين كل القوى، كل القوى اللي موجودة، حتى يبقى في مخرج للأزمة اللي موجودة، ويبقى في تحرك مناسب لفترة انتقالية يتم في نهايتها إجراء انتخابات. ده أنا بتكلم كتوصيف، لكن ده مش معناه وأنا بوصفه إن أنا بتدخل فيه. الدعم كان للمجلس كحكومة يعني كمجلس سيادي بكل عناصره، لأن إحنا في النهاية السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لينا. وعارفين الاستقرار ما بيجيش غير في الأوضاع، في الظروف اللي زي كده، غير بالتوافق وليس بأي شكل آخر موجود. لكن طب هو معنى ان احنا لم نتحدث ولم نطلق تصريحات يبقى ده معناه ان احنا مش داعمين للحوار والتوافق بين القوى اللي موجوده؟ لا. وانا بقول لك الكلام ده عشان تبقى فرصه ان احنا، انك سالت السؤال ده واشقائنا في السودان يسمعوا. لكن جرى العرف على طول ان احنا يعني لما يحصل حاجه يقول لك ايه دي مصر اصلها كانت داعمه لكذا. احنا كلامنا دايما، وحتى في ليبيا لما حصل التطورات اللي حصلت في ليبيا خلال السنتين اللي فاتوا، كان كلامنا برضو ان الاستقرار والحوار بين الاشقاء الليبيين والحوار بين الاشقاء السودانيين هو المسار. وبقول تاني، اذا كنا احنا لينا تجربة قاسية جدا جدا فيما يخص عدم التوافق والاختلاف والتظاهر، اللي هو في النهاية هيؤذي البلد جدا جدا، اللي هي اساسا ظروفها الاقتصاديه صعبه. تفتكر، وانا بقول الكلام ده وارجو ان اشقائنا في السودان كمواطنين يسمعوا، توافقوا على الحوار واتفقوا على ان انتم تتحركوا للامام افضل كتير من ان احنا نستمر في حاله عدم الاستقرار والمده الطول، لان ده بيدفع ثمنه حاضر ومستقبل الدوله اللي بتعيش الظروف دي، لان القدرات الاقتصاديه المتواضعة لينا كلنا بتتآكل في الظروف ديت، ويجي بعد كده يبقى مطلوب قرارات صعبة قوي على المواطنين تتحملها. عايز تعمل إصلاح اقتصادي نتيجة اللي انت عشته ده، فتيجي تعمل المسار ده، الناس تجد ان القرارات اللي انت بتتخذها للإصلاح الاقتصادي قرارات صعبة، تقوم تبقى ايه، نستمر في حالة التظاهر والرفض والاختلاف وكلام هذا القبيل، وتفضل الدولة في مكانها سنة واثنين وثلاثة، ويضيع مستقبل شعبها حاضر ومستقبله. وأنا بقول لو كان ده فهمنا في مصر، يبقى إحنا هنبقى حريصين على استقرار السودان ولا العكس؟ نحن داعمين لكل الأشقاء في السودان، وداعمين للحوار بينهم، وداعمين للاتفاق منهم على خريطة الطريق يقدروا من خلالها يوصلوا في النهاية إلى انتخابات تعبر عن الشعب السوداني، يختار بقيادته اللي تدير معاه مستقبله. وبقول ده اللي احنا فيه ده مرحلة، لكن المرحلة الأهم هي اللي بعد كده. المرحلة دي هتفضل القدرات تتراجع والظروف تبقى أصعب، وبعد كده تيجي الأوقات التانية محتاجة بقى إن احنا نتحرك عشان نشوف بقى مطالب الناس وحياة الناس والبنية الأساسية والحاجات الأخرى اللي هي بتبقى عايزة قدرة اقتصادية للدولة عشان تقوم بيها. ده فيما يخص السودان، وأرجو إن الرسالة دي تبقى واضحة وحاسمة لأشقائنا ولكل من يهم الأمر. نحن حريصين على استقرار المنطقة، منطقتنا مش السودان بس، لان احنا شفنا ان الحاله اللي موجوده فيها الجسم العربي في سوريا، في لبنان، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في الصومال، في مش يعني في دول كتير، يا ترى الوضع ده هو الوضع الصحي للمنطقه ولا الاستقرار هو الوضع الصحي؟ طبعا الاستقرار، الاستقرار دي فرصه
ان جهود المنطقه دي تتحرك في اتجاه التنميه والتعاون والتطور يعني.